مساء الخير. شمس ولا شتاء؟ تلج وعواصف ولا صحو؟ احترنا مع هالطقس اللي مش عارف يرسي على بر، بس نحنا بشباط اللباط اللي ما في عكلام ورباط. شباط طول عمره معروف بطقسه المتقلب، يوم شتاء يوم شمس يوم تلج ويوم صحو. وبيقولوا عن شباط إذا شبط ولبط بتضل ريحة الصيف فيه، يعني قد ما تبرد وقد ما ترعود إلا ما يمرق علينا كم يوم دفى. بالعودة لطقسنا، شتوي مستقر نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، حراره معتدله رطوبه عاديه البحر متوسط الموج وحراره 117 درجه. الليله طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره، ولبكره طقسنا غائم جزئيا بيتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعه مع استقرار بدرجات الحراره وتساقط امطار متفرقه، وبلغت نسبه تساقط الامطار ببيروت من ايلول حتى اليوم 376 مليمتر، اما المعدل العام فهو 569 مليمتر، وبدنا شوي منصير على المعدل. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 10 درجات على المرتفعات 3 بالبقاع 0 والأرز 4 تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية. إذن 18 المينا 16 كفيفين، ننتقل من بعدها جنوبا وبنتوجه إلى قانا 18، دبل 13، الخيام 13، الزعرور 12، وشمالا نوصل إلى بريصة 13. الرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 17 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياحها بتكون شمالية شرقية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 10 أقصاها 17، نهار الأربعاء بتتراوح بين 11 و18، والخميس بين 10 و17 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من القدس 11، دمشق 14، وعمان 11، مننتقل من بعدها إلى نواكشوط 34، وتونس 18، وأخيراً باريس عم بتسجل 8، وبرلين 7. وهيدا كان كل شي. باي.